1945. دفنت بجوار مدرستنا الحبيبة مدرسة حسن علي الإبتدائية. المرحوم حسن سليم أحمد عرفي كان من الشخصيات القياديين في تاريخنا، وما لا يكفي في الإنجازات التي قام بها المرحوم حسن سليم أحمد عرفي. وإنجازات عظيمة، أسس في عام 1935 مؤسسة تعليمية ثقافية اجتماعية تربوية، وهي مدرستنا العريقة مدرسة حسن عرفي. بيان وكيف قام ببناء المدرسة. تبرع ببناء المدرسة للبنات في حي العزب، وبعدها تحولت المدرسة إلى مدرسة مختلطة من الأولاد والبنات. هل كان المرحوم حسن سليم أحمد عرفي من المستوردين الأقمشة؟ نعم، كان من المستوردين الأقمشة، حيث كان لديه مصنع الأقمشة في يافا بجانب